اخلط على ثروه هنا هون يا العظم. ها العظم اللي ها ما شاء الله موجود. والله مش بقدر. انت توسع في العظم؟ توسع في العظم. خذي هذا كان معبي الكاميون. لا لا بشويه بشويه ناخذ بشويه 25 عرسه. 20 25 عرسه كنا قبل نعبوا في 70 تو نعبوا في 20 عرسه مش عظم. شنو هي مشكله العظم تو اليوم؟ العظم بالتصعيد. انا بحال من 32 نبيع العطار 235 فهمني نزيدوا 10 فرنك 245 باش يبيعها 980 وزاره التجاره من التسعيره باش نشوف لساتها بكل كنا مريضين تطلع طابه العظم تطلع الدينار ترجع فهمني تطلع 1100 وترجع حطوها 980 ما طلعت 50 فرنك يخصموها اربع من الناس ال 50 فرنك هذه شكون تخلص الفلاح والدوار الجروسيست والدوارجي والعطار 230 نبيعها 235 باهي العطار يزيد 10 فرنك 245 يبيع 980 وين الفلاح متكلف عليه الكعبه الحاره 900 و 930. انت الحاره قداش متكلفه عليك وقداش ربحك فيها؟ الحاره تو عندي فيها دور الكعب دور 20 فرنك. تعرف الفلاح الكبار خويا ما عادش كانت برشا فلاحه 500 فلاح تولوا 180 فلاح ولا 500 فلاح منين باش تجيبوا العظم؟ منين باش تجيبوا العظم؟ باش تجيبوا العظم من تركيا باش تجيبوا العظم من سينا منين باش تجيبوا العظم؟ بالرسمي كان فيك منين باش تجيبوا العظم لينا احنا للمواطن تو يسخف المواطن والله يسخف كلفك بالرسمي هذا.